احنا مقدمين النهاردة مشروع مهم جدا اسمه خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، والمشروع دوت مشروع بيشتغل على توصيل خدمات الصرف الصحي للقرى والنجوع والعزب في مختلف المحافظات المصرية، وبالأخص في المناطق الريفية. الجائزة بتمثل تحدي وبتمثل لنا يعني نتيجة التيم وورك اللي موجود في وحدة إدارة المشروعات في الوزارة، والفكر البرايفت سيكتور اللي موجود في الوزارة، واللي كل الزملاء في الوزارة بيشتغلوا على هذا الفكر عشان ننقله في مختلف قطاعات البنية الأساسية اللي احنا بنشتغل عليها. احنا خدنا جائزة في الام اي بي عن مشروع الخط الثالث لمترو الانفاق المرحله الثالثه، ودي اكيد اد فاليو كبيره للمواطنين العرب. مشاركتنا في البيك فايف، احنا على طول على دوام البيك فايف من اول ما ابتدت، احنا المواطنين العرب طرف اساسي في المشاركه، واكيد هي اد فاليو كتيره لينا بالنسبه لنا في المواطنين العرب، بتسري روح المنافسه ما بيننا وما بين المنافسين لينا، ودوت اللي بيعود بنفع اكيد على الفتره اللي جايه من خلال تطوير أدائنا، ونشوف المنافسين التانيين يعني ايه اللي اضافوه لنفسهم، وبالتالي اضافوه للكونستراكشن اندستري، وبالتالي احنا بنطور نفسينا علشان نكوب التقدم ده. البيك فايف بيبقى فيه كل الشركات الكبيره اللي موجوده في المجال بتاعنا ومجالات الانشاءات عموما، فالتواجد مهم. ممكن نشوف تكنولوجيات جديده، نشوف مشاريع جديده، نقابل سبلايرز او موردين، نقابل شركات منافسه، فلا مهم جدا الاشتراك فيه كل سنه. جائزه مهمه جدا لان المشروع بتاعنا مشروع حياه كريمه، مشروع مهم جدا للشعب المصري كله، مشروع محطات تنقيه مياه ومحطات صرف صحي بتخدم مدن وقرى من اول شمال مصر لحد جنوبها، فمشروع له تاثير كبير جدا على حياه الشعب المصري يعني. الجائزه النهارده هي بناء على مشروع تطوير واعاده التراث المعماري لمشروع قصر السلاملك في حدائق المنتزه في اسكندريه. المشروع ده من المشروعات المهمه جدا، لان قصر السلاملك نفسه حاجه من الحاجات الاثريه جدا اللي موجوده في اسكندريه او في مصر كلها. اتبنى سنه 1893 وسكن فيه الخديوي اسماعيل اول حاجه. القصر مر بظروف كتيره جدا، وصل لمرحله سيئه جدا في الفتره الاخيره، والشركه كان ليها الشرف ان هي تاخد المشروع ده وتعيد التراث المعماري للقصر للصوره اللي كان موجود عليها في يوم ما انشئ في 1893. والحمد لله وصلنا بيه للمرحله دي في وقت يعتبر قليل، احنا خدنا حوالي يعني 20 شهر قعدنا القصر بالمنطقه المحيطه بيه كلها لنفس الصوره اللي كان موجود عليها ساعه الافتتاح بتاعه. في وجود ايفنت زي بيك فايف ايجيبت اوورد امباكت، هو بيدينا فرصه كلنا احنا نتنافس كل سنه على حاجه زي كده، وده بيشجعنا كلنا كشركات وكمشاريع ان احنا نقف هنا ونوصل للمرحله دي ونحاول نكسب بمشاريع مختلفه بكاتيجوري مختلفه، سواء كانت هي انفرا او كونستراكشن او ريزيدنشال. ده بيدي فرصه كبيره جدا لكل الشركات سواء كبيره او صغيره انها تحاول اكتر عشان توصل للمنصب ده.